عرف لي هذا المرض، قال لي هذا التوتة وحده هو عنده طفل، قال لي خفيف ما تتحرك بزاف. هو حراك حراك ما غادي تعملي ليه جوج تحويج وغنبداو ناخذو معاك تبدي تجي غتبدي ديري معانا خدي شي حصه دابا المشكل شنو هو التوحد كاين جوج شكل كاين التوحد اللي هو نتاع الامراض وما عندوش علاش الشوفه ديالو القامه ديالو مزيانه ديال مزيان غير حتى شي حاجه لا يحيى نمشي مع داك السيد مبغاش نمشي معاه اش مزيان الدكتور جوج ما هو الوليد ما محتاجش الدواء ما محتاجش واحد الدواء ديال الحراك ولكن محتاج الامور اللي هم غنعدو المريض باش يتعامل معاه باش يغير السلوك ديالو ماشي الدواء الدواء بالعكس عاد غادي داك الدواء غير غادي يعطيك طريقة غير غادي يعصبو غادي يزيد فيه غادي يبدا يتعصب فهمتي وغادي يبدا يعنف يبدا يرجع ينعنف لا غادي نعملو معاك شي وسائل أخرى دكتور الله يجازيك بخير أنا دابا دخلتي لي أنا بغيت بواحد بواحد هو اللي مكشو بزاف ماشي مشكل ماشي مشكل كتشو شي مشكل تشو دابا أنا حاجة كنعلمو بحال ما ختوش يشرب هادي خدا هادي خايبة هادي زوين هو كيدير لي كلشي خاطر غادي نهزو معاك مع السيدة الله يجازيك بخير باش تخدي باش يدي السلوك ديالو انا دايره معاك اكثر من مجو كان قاد ولكن كاين واحد جيبو وراك جيبو لي فين العشيه يعني ساكنتي هنا العشيه ساكنه هنا قريه دول يا مسافه كفايه حيت انا عندي تربيه يجيبو مباشر ديالك